دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيت نبارطاجي معكم المعلومات اللي عندي بخصوص البنات اللي كيسولوني بزاف واش لي كوموند واش كيتشدوا في الديوانه. البنات راه لي كوموند راه ما كيتشدوش في الديوانه، راه ممكن تدوزوهم عادي نورمال، كيوصلوا عادي. ممكن انكم التساؤلات اخرين كيوصلوني كذلك بالنسبه شحال خصني ندوز في لا كوموند راه ممكن توصل حتى ل 2000 درهم، ما كاينش اشكال، ما كتشدش في الديوانه. كاينين اللي دوزوا 1000 2500 درهم حتى ل 3000 درهم، ما تشدتش في الديوانه، وانما هما راسهم كيقسموهم. بالنسبه للحوايج الجديده اللي دارت تشيك بوينت واللي كتحسب ليها هاد الحوايج هادي، يعني حاجه زوينه بزاف مقارنه مع لي ستيت الاخرين، انها حاولت ان هي تتكلف بالديوانه، وحاولت انها تفرض فقط رسوم جمركيه او رسوم نقدروا نعتبرها رسوم ديال الشحن اللي هي ما كتجاوزش 200 درهم. يعني 200 درهم حاجه مزيانه، ولكن حنا كيفاش كنتجاوزوا هذيك 200 درهم كنحاولوا اننا نخفوها ونقصوها بلي كود، لي كود برومو اللي كنستخدموها البنات دائما. احنا كاملين كنستخدموا لي كود برومو باش انه ينقصوا لينا هاد سميتو. كاين ايما 10، ايما 12، وايما 18. هاد لي كود البنات هما اللي كنستعملوا دائما، ديما خدامين، كتستخدموهم في اي طلبيه بغيتو تدوزوا. ولكن بالنسبه ديال 10% ايما 10 كتستخدموه الا وصلتو 900 درهم. يعني ما يمكنش ان شي وحده كتسولني واش نتقدى بياسه وحده او جوج، لا البنات، راه اقل كومود ممكن تدوزيه هي 900 درهم باش تستافدي من الكود برومو هذا، ديما خدام. في حاله الا ما خدمش البنات، في حاله الا ما خدمش، راه حنا كنديروا كود جديد، كنحاولوا نديروا ماشي كود جديد، كنحاولوا نديروا كونت جديد في شيك بوينت، اما كتدخلي بالايميل او كتدخلي بالنمره جديده. يعني هذه حاجه مزيانه. نحاول نطبق لكم هذا الامر هذا البنات. بالنسبه للبنات الا وصلتي من 900 درهم للفوق، مثلا عندك حتى من 1200 درهم حتى الفوق، زعما هاد سميتو مثلا كانت عندك لا كوموند فيها 1200 درهم، 1300 درهم، او 1400 درهم، 1500 درهم، 1600 درهم، حتى 2000 درهم، ممكن انك تستخدمي الكود برومو ديال ايما 12. كنستخدموه كاملين البنات، هو اللي كينقص لينا هاد الساعه. كاملين في الجروب دابا نبارطاجي معكم الجروب، كاملين كنستخدموه، كينقص لك ديك 120 درهم على ديك 200 درهم، في حاله حتى هو الا ما خدمش. البنات اللي كيتقداو ديما، لانه بعض المرات كيحبسوهم وكيتعكسوا ليهم لي كود برومو، ما كيبغيوش يخدموا منهم. نيت حنا كنخدموا كنتقداو للناس، كندوزو لي كوموند، يعني كيتعكسوا بعض المرات، ما كيستخدموا ما كيخدموش، او كت كت كي عدد المرات اللي كتستعمليهم كتكوني استعملتيهم بزاف، ما كيخليوكش مازال تستعمليهم. داكشي علاش كنديرو كونت جديده البنات في شيك بوينت، اما اي ايميل كما درت، اي واحد كيعرف يصاوب ايميل او نمره جديده، كتحاولي تدخلي بنمره او ايميل. ايميل ساهل كيف ما يعني، كتحاولي ديري ايميلات بزاف 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 باش تبقاي دوزي لي كوموند وتبقاي تستخدميهم، باش ما تساليش العدد اللي محددينه هما. صافي البنات، هذه هي الطريقه اللي حنا، وهاد الطريقه هادي راه خدامه هي مع هاد لي كود اللي كنخدمو حنا، هادي جربناها مع هاد لي كود هادو اللي خدامين بهم، ايما 10، ايما 12، ايما 18. هادو فاش كنعاودو نديرو داك كونت جديد كيعطيوك الحق انك ممكن تستخدميهم. سميتو لي كود الاخرين ما عرفتش. بالنسبه لي كود اللي كاينين في لي سيت البنات، راه سولتهم لي كود برومو، قالوا لك راه ما كيبقاوش ديما، كيساليو وكيحيدوهم، وبعد المرات ما كيخليوهمش نهائيا. داكشي علاش كنستخدموا هادو كيبقاو مده طويله وكيبقاو ديما. شنو غنقول لكم عاوتاني؟ الا وصلتو كوموند فيها 2000 درهم، قبل ما ندوزو للتطبيق البنات، فيها 2000 درهم، ممكن انكم تستخدموا كود برومو ديال ايما 18، هو اللي غادي ينقص لكم 200 درهم كامله. يعني البنات اللي كيسولوني كيفاش نتخلص من ديك 200 درهم، راه بلي كود برومو البنات، لي كود برومو هو اللي كيخلصكم من هذاك الثمن ديال الشحن شويه اللي كيكون غالي. ومن بعد البنات اللي كيتقداو راسهم ما عندهمش مشكل، ولكن اللي كيتقداو البنات اخرين راه كيزيدوا الربح ديالهم البنات. هذا ضروري وهذا حقهم مشروع، يعني غادي يزيدوا 10 درهم او 20 درهم او 15 درهم على حسب المدينه، على حسب الطريقه اللي كيخدموا بها، على حسب بزاف الحوايج. يعني ما غاديش نتعارضوا مع، يعني ما كاينش الربح من لي كود برومو الا اللي بغى يدوز بوحدو باش يحيد ديك الرسوم ديال الشحن فقط. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه البنات في المتناول بزاف، يعني ما عندنا ما نقولوا في الاثمنه الصراحه، مقارنه مع
مقارنة مع ريسيت الاخرين بحال بات بات اللي خلات الديوانة خلات 500 درهم على الاقل ديال الديوانة، يعني شوية فيها واحد شوية كتعكزي بزاف الحوايج. بالنسبة لاكاليتي، لاكاليتي البنات خصكم تبقاو تدخلوا للجروبات، بخصوص كتبوا جروب كتبوا شيك بوينت ماروك، راه كنحطوا فيه جميع الحوايج اللي هما شراهم البنات، كيبارطاجيهم معاكم، كيوريكم لا كاليتي، تقدروا تسولوهم، تقدروا تشوفوا بالنسبه لا كاليتي زعما كيفاش دايره، ممكن انهم يعاونوكم بزاف الحوايج. داكشي علاش داروا هاد الجروبات، وداكشي علاش الحمد لله ممكن بارطاجيو مع بعضياتنا اي حاجه اللي فيها الافاده، ما عندناش اشكال، يعني بنادم ما يكونش فيه السم او الحقد عادي. حاجه اخرى بغيت نقول لكم البنات، هي حتى كود برومو ديال ايما 18، حتى هو اون فوا كتوصلي للحد الادنى او الحد الاقصى زعما ديال الاستعمال ديالو، راه كتبدلي وكديري ايميل جديد حتى كيتقضى عاوتاني وكدير. بالنسبه كندوي على البنات اللي كيتقضاو بزاف، كيتقضاو ديما كيسولوني بزاف علاش ما قدروش انهم يستخدموا اكثر بزاف د الحوايج، الناس اللي قدامين في الحرفه وكيبغيو يتقداو. دابا ندوزو لما هو تطبيق البنات، مش بقاش تسولوني، غادي نبارطاجي معاكم هذا الفيديو هذا فلاشين ديالي. شنو تاني غادي نحطو كذلك في الانستغرام، وغادي نحطو لكم هنايا في الجروب اللي هو غادي تابيو غير شيك بوينت ماروك حداها وقيلا، المهم شيك بوينت ماروك وحداها الرايه، حداها الرايه المغربيه. هذاك هو الجروب اللي غادي تدخلوا ليه، فيه بنات الحمد لله نقيات، فيه البنات اللي ممكن انكم انهم يعاونوكم الا ما فهمتوا شي حاجه، فيه بنات يعني ممكن يوجهوكم، فيه كنبارطاجيو فيه حتى دوك اللبسات اللي شراو البنات من هذا الموقع هذا، فيه بزاف الحوايج. ندوزو ما هو تطبيق البنات، ما نطولش عليكم. مثلا لاباني عندي هنايا، انا ديجا اختاريت هاد لاختيكل مثلا كيبان لكم، وصلت اقل كوموند عندي البنات هي مثلا 900 درهم. غادي نورك هنايا على 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 الطريقه باش غادي نشري، غادي نورك هنا على كوبون هنايا كيف كتبان لكم، وغادي نكتب الكوبون بي ديال البنات، غادي نكتبه هكا، غادي نكتب ايما 10، غادي نورك في الجنب ونتكي هنا لتحت. ها هو البنات، ها هو خدم ليا، غادي يكون نقص ليا من ديك 200 درهم 80 درهم ديالي. البنات الا وصلت عاوتاني 1200 درهم، ها هي ماشي 1100، 1200 درهم البنات، 1200 درهم. بعد ما كنكون دخلت المعلومات ديالي كاملين، غادي نكتب هنايا ايما 12. ها هو البنات، كنتكي في الجنب ومن بعد لتحت، ها هو البنات ايما 18، ايما 12. من بعد البنات كينقص ليا 120 درهم تقريبا. من بعد البنات ملي غادي نوصل 2000 درهم، 2000 درهم البنات، انا غادي نوريكم كيفاش 2000 درهم، ها هي غادي نجي نتكي هنايا وغادي ندير ايما 18، ايما 18 هنايا، ها هي البنات غادي تنقص ليا 200 درهم. ايما 18 يعني هذا هو، هذه هي الطريقه اللي كنستخدم فيها لي كود برومو. بالنسبه للاثمنه مشجعه بزاف البنات، الناس اللي ما خدموش ليهم نعاود، اللي ما خدموش ليهم لي كود برومو مره الاولى او مره او مره اخرى او المهم على حساب، يعاودوا يستعملوا لي كونت هنا، كيمشيو هنايا، غنوريكم هنا الفوق، كيمشيو هنا كيخرجوا وكيديروا كونت جديد، يعني هنا كيديروا كونت جديد هنايا، هنا البنات لتحت كيديروا هنا دي كونت جديد هنايا، حاولوا البنات هنايا ديروا كونت جديد داكوغ، حاولوا انكم تكريو كونت جديد هنايا، اما انكم تكريو ب هنايا مثلا ريجستر هنايا وديروا كونت جديد البنات، وخدموا بلي كود برومو كيف ما بغيتوا، يعني ما غاديش يوقفوهم لكم او شي حاجه داكوغ. بالنسبه للي كود برومو ديال لي سيت البنات، راه ما كيخدموش بزاف، راه كيحيدوهم، وهذا ما قال لك ماشي دائمين. والمهم اللي عنده شي تساؤل تخليه ليا لتحت،
انا ما عنديش مشكل، انا نبارطاجي معكم اي معلومه عرفتها، ما عنديش مشكل. وبالنسبه للجروب ما عرفتش، غادي نبارطاجي معكم كذلك الجروب باش انكم تدخلوا صحاباتكم البنات. ها هو الجروب، كنظن ها هو الجروب، هو هذا. حاولوا انكم، ها هو الجروب البنات، ها هو السميه ديالو، هي هذه. حاولوا تدخلوا صحاباتكم، حاولوا تدخلوا البنات اللي كتعرفوا باش ان الجروب يكبر والمعلومات يستفد منها كل شيء. بالنسبه للجروب تاع البنات الاخرين راه كاينين اللي فيهم النصب، قررت ان نهضر على واحد النقطه ديال النصب ولكن غادي نخليها للفيديوهات اخرى. بالنسبه للنصب راه كتير بزاف، بعض الجروبات اللي ما عندهمش لي زادمين اللي ما نقيينش، ما كينقيوهمش. داكشي علاش حنا راه كنسهروا على ان اي وحده يعني وصلتنا على شي معلومه او اي شي اي وحده يعني ماشي موثوقه او شي وحده قالوا عليها نصابه او هذا، فكنطيروها من الجروب هذه، يكونوا اكيدين منها. داكشي علاش بغينا الجروب يكون نقي ان شاء الله، والحمد لله راه ما غاديش تلقاو اشكال، وان شاء الله ننفعوا بعضياتنا ونفيدوا بعضياتنا. المهم كنتمنى انه يكون فادكم هذا الفيديو هذا، واخا طويل شويه ولكن ماشي مشكل، المهم انه تعم الفائده. نتلقاكم مره اخرى، وما تنساوش تحطوا لي التساؤلات ديالكم كاملين في الكومونتير، وتهضروا معايا وتقولوا لي اشنو اللي ما فهمتوش، اشنو اللي بالنسبه للكاليتي نسيت واحد الحاجه. بالنسبه للكاليتي ديال الحوايج، حاولوا ما امكن انكم تمشيو لواحد اللعيبه هنا راه زادوها شيك بوينت، هي هذه كلوب شيك كلوب. هذاك شيك كلوب حتى هي زوينه، فيها جميع الالبسه الناس اللي شراوهم، ها هما كيبارطاجيو معكم هنايا البنات باش تشوفوا لا كاليتي كيفاش دايره، وتشوفوا بزاف الحوايج. وما هذا البنات، المهم هذا كيحاول انه يبين لكم الكاليتي ديال الحوايج، وهي عن قرب حوايج يعني كيكونوا كتشوفوا الكاليتي ديالهم بلا ما تحتاجوا انكم تسولوا او تحتاجوا تسميتوا، يعني شي حوايج كتبغيو تشوفوهم على الحقيقه ديالهم. يلا البنات ما نطول عليكم، شكرا بزاف للتشجيعات ديالكم، ولا عندها شي تساؤل تخليه ليا. شكرا.